السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي صبحتوا؟ وليداتكم، العائله، كل شيء لاباس؟ ايوا الحمد لله، نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم تشاهدوني في هذا الفيديو اليوم، راني جيتكم بواحد الوصفه ديال الوجه الحساس، طلب واحد الاخت من مصر عايشه في فرنسا، كنعطيها التحيه كنسلم عليها بزاف. بغات وصفه ديال الوجه، وجهها حساس، مسكينه كدير اي حاجه ما تتوافقش لها وجهها. اليوم انا جيت بهاد الوصفه بالطلب ديالها، وشكرا ليك، وراهي غتعرف راسها شكون. شكرا ليك على التعاليق ديالك الزوينه بحالك اللي كتكتبي ليا، والطلب اللي طلبتيني انا غادي نلبيه لك اليوم ان شاء الله. وخليكم معنا بسم الله على بركه الله. عندنا هاد المكون، عندنا فيه ثلاثة المكونات اللي عندنا في هاد الوصفة هادي. عندنا الروز البيض، ها هو الروز البيض، ما بغيتش نطحنو تنوريه لكم. هذا الروز هذا اللي مقسم هكا، فيه داك النشا ديالو زوين. عندنا هنايا معلقة ديال النشا، نشا دقيق الذرة، وعندنا هنايا معلقة ديال الحليب بودرة، حليب نيدو، وعندنا هنايا خياره ولا نص على حسب الخليط اللي غديروا. وخليكم معنا غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نصايبهم ان شاء الله. غادي نقيو هاد الخياره، بغيتي تخليها بالقشره ديالها خليها بالقشره ديالها، القشره ديالها راه حتى هي زوينه. انا دابا غير بغيت نقول لكم الطريقه، بغيتي تنقيها نقيها، بغيتي تخليها هكاك بالقشره ديالها، تخليها بالقشره ديالها هكا في هاد الحكاكه هادي رقيقه على حسب الخليط. راه قد ما درتو كيبقى في ديرو في واحد الحكيك، وكيبقى عندكم في الثلاجه كيبقى سيمانه ما تيخسر ما والو. وبالنسبه للوجه راه زوين، راه ما تيدير حتى شي حاجه. اللي عندها الوجه ديالها حساس ما تخاف حتى من شي حاجه، ديرو يومين في السيمانه ولا 3 ايام، ولا كان وجهها متضرر بزاف ديرو يومين، يومين ديرو، راه تيحيد داك الكلاف الحبوب، تيبيض. هاد المواد اللي درت راه كلهم زوين. وهذا الروز انا غادي نطحنو نتلاقى معاكم ان شاء الله. بعد ما طحنت الروز هو تيولي هكا، تيولي هكا، شفتو بودره هكا، وغربلوه غربلوه شويه بشي حاجه باش يكون رقيق، ويكون رقيق مزيان. ودابا غادي نصفي هاد الخيار، الا بغيتي ديروه بحال هكا ما بلا ما ديرو تحكوه في الحكاكه رقيقه، وديروه بهاد الشيء ديالو هكا بلا ما ديروه، راه كيبقى على الوجه حتى هو زوين. وهاد اللي كتصفيه وهذا ما تلوحوش، كتشديه كديريه في الفريكو، كديريه بحال الكويرات دويورات، كديريه في الفريكو. وملي كتكوني دايره بحال هكا هاد الماسك، كتاخدي هذاك هذوك الكويرات باردين، وتد ملي تغسلي وجهك وتنشفيه كتاخديهم كتبقاي دوزي فيهم على وجهك، كيكون باردين زوينين الوجه باش ما تضيع حتى حاجه. صافي، وغادي نديرو هاد المعلقة هادي راه ديال الروز، وهاد مايزينا، وهذا الحليب بودرة. ساهل هاد الشي، وعندكم كل شي في الدار، كل شي طبيعي وزوينة الوجه الحساس. ديري على الوجه وتخليه واحد تينشف، وتبقاي ديري وجهك
كديري الماسك وما تخليش شي ينشف، وعاودي ديري فوق منه باش تجي ديك القشره غليظه باش ما ينشفش لك على وجهك. اي دي بشويه تعاودي هذا الماسك. شفتي كيفاش تيجي؟ انا راه كثرت شويه هذا الخيار، لمات الخيار. المهم تقدروا ديروه خاتر الا بغيتوا تختروه، راه تقدروا تختروه، بغيتي تخليه غير هكا غتجي زوين. وكنشكركم كنشكركم بزاف خوتي المغاربه فين ما كانوا، الدول العربيه كلهم كنشكرهم التعاليق ديالهم زوينه واللي متابعيني. جربي في يدك. انا غادي نجربو دابا في يدي. شفتي شتي هكا خليه حتى ينشف شويه. انا قلت لكم الا بغيتو انا دابا كثرت فيه الماء ديال الخيار، تقدروا ديروا غير القياس وتبقاو تزيدوا بشويه بشويه هكا. غتخليه هكا غادي يبدا يبس، غتزيدي واحد شويه. شتي ما حدها وهي كتنشف وانت راه تيبيض البشره، ما حدها وهي تتيبس وانت تتزيدي تديري ثلاثه ديال هذا الكوش الاول الثاني الثالث صافي. وكتخليه تيبس على وجهك، كتغسليه دهني بشي حليب ولا شي حاجه اللي عندك. ها هو غادي يبش شويه دابا وغادي نزيد. البشره الحساسه طلب ديال الاخت اللي طلباتني، راه زوينه ديريها وما تخافي من حتى شي حاجه، دير الوجه الدراوع ديالكم المرفق هكا تيكون شويه تيبداو يكحالو. اي بلاصه اي بلاصه عندكم فيها داك الحروق والكلف هذا كيبيض زوين بزاف. شفتي تيبس واحد شويه وغادي وغادي نزيدها ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، كنشكركم كنشكركم بزاف خوتي المغاربه فين ما كنتو. وديروا لي ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي ما يلا دخلوا مرحبا بهم. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله. نتمنى هذه الوصفه ديروها وتعجبكم وتكتبوا لي في التعاليق. وشكرا لكم والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.